حياكم الله. أنا بصراحة ما حبيت أحكي عن خسارة ريال مدريد الكبيرة أمام أتلتيكو 7-3 في الكأس الدولي للأبطال. هي بالآخر مباراة ودية، لكن ما حدش ضل إلا حلل فنيا وتكتيكيا ومهاريا وشو اللي صار وليش والخطة والأداء والموضوع. هي مباراة ودية أولا على آخر، لكن الخسارة كبيرة ومزعجة للكل، لجمهور الملكي ولا حتى لكل ناس بتشوف بتعرف ريال مدريد. في ناس من الجمهور بدوا فورا يقول لك انه لازم يغيروا زيدان. كيف يعني؟ واحد راجع للفريق بعد النكسه لما ترك الفريق هو ورونالدو والظروف اللي مر فيها مدريد، تراجع اداء الفريق، طلعوا من المركز او طلعوا بالمركز الثالث بالدوري، طلعوا من دور 16 بدور الابطال امام اياكس. تغيير زيدان مش منطق، يعني هو قرار او لحظه عاطفيه وراح تتزعل انه لازم نغير زيدان. لازم احكي انه الخساره اجت بوقتها. ليش اجت بوقتها؟ لانها اجت قبل بدايه الموسم في مباراة ودية قبل الدخول في المنافسات. هاي الفترة دايما في علم التدريب الرياضي في كرة القدم، ما في فريق بيبدأ جاهز فنيا، يعني في كيرف من الزيرو بيبدأ يطلع أو على شوي بيضل يطلع يصل لمرحلة القمة ثم بينزل أداء الفريق، بيوصل إلى هي القمة في الأداء. ريال مدريد لما بيخسر الآن بينتبه إنه عنده غلط، بحاول يصلح هذا الغلط وبحاول انه يرجع للخط الصح. هو اصلا عنده بالباك جراوند تبعه عنده موسم كثير سيء، هذا الموسم طب بده يحسن الصوره قدام جمهوره وقدام العالم ويرجع ينافس ويرجع يفوز بطولات. عم بصرف بلاوي للتعاقدات مع اللاعبين. هل هازارد اللاعب البديل لرونالدو؟ اكيد لا، لانه رونالدو شيء وهازارد شيء. هازارد مهامه في الفريق وواجباته غير رونالدو. بالنسبة لريال مدريد بده حل، عشان يحل مشكلته هاي لازم يجيب لاعب بمواصفات رونالدو، مش لأنه رونالدو مختلف عن العالم، بده لاعب ينهي الهجمة، بده لاعب شاطر يسجل جول. أعتقد أنه مدريد لو جاب لاعب هداف قادر على إنهاء الهجمات الكل يصنع له ويجهز له، هذا الدور اللي ممكن. بدهم نسخة من ميسي، أكيد نسخة ميسي هي نسخة نموذجية ومثالية لأي فريق بالعالم. القرار الصح لازم يكون بالوقت الصح، خميس يرجع أو ما يرجع. هل مدريد بحاجته؟ طبعا بحاجته. هلا جارث بيل رايح للصين، اليوم خبر أنه لا مدريد بعطل صفقة جارث بيل أنه يروح للصين. نرجع لأسنسيو، إصابة أسنسيو أعتقد أنها أثرت كثير على الفريق، صار الفريق كله نفسياً خايف، بقول لك هاي مباراة ودية، أنا ما بدي أقاتل أمام فريق يعني بلعب على أقدام اللاعبين. أتلتيكو معروف لاعب التحاماته شديدة وقوية جداً مع الفرق اللي بنافس عليها، عنده فريق كثير كويس، بالنسبة له إنه ينتصر على مدريد إنجاز، بالنسبة لمدريد إنه ينتصر في مباراة ودية هو بصراحة مش إنجاز. فلذلك سواء المدرب أو اللعيبة كلهم كانوا حريصين أنهم يفوزوا بهاي المباراة، لكن كان في مبالغة، بس كان في أخطاء. نتيجة كارثية محرجة لريال مدريد، محرجة لجمهور ريال مدريد، وكنت ما بتمناها للفريق بهاي الظروف وبهذه المعطيات، لكنها ممتازة أنه يتعلموا درس، ينتبهوا أنتم مش صح 100%، في خطأ بصير جوه السيستم بالنظام، نظام الفريق بالعلاقات بين المدرب وبين اللعيبة. أنا بتوقع أنه مدريد كان ممكن يكون أحسن من هيك بكثير، ولازم يصير أحسن من هيك بكثير عشانه وعشان جمهوره، لكنه بيحتاج لبعض الوقت أنه يلملم أوراقه ويصحى زيدان شوي. ويعني وما بعرف، إحنا منحس شخصيته قوية، منيح أنه تكون شخصية المدرب قوية، بس ما يبالغ كثير بالخلافات والعناد مع اللاعب الآخرين. يمكن إذا مصلحة مدريد أنه بيل ضل، خليه جارث بيل، ليش ما يكون؟ إذا لا هو اللي شايف، إحنا ما لازم نقرر، لأنه جوا الملعب وجوا غرفة الملابس هو اللي بيقدر يحس إنه هذا اللاعب بيعطيني وهذا اللاعب بيعطي لفترة مؤقتة. السلام عليكم، شو رأيكم؟